طب جاب البنزين منين؟ جاب البنزين منين؟ معرفش جايبه بقى البنزين. هو حاطه في البيت متعمد. هو بص حضرتك، هو مين في فينا جوزها ولا اي؟ لا 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 ما عندناش بنزين احنا في بيوتنا. مين بقى؟ مش عارفه هو انا جوزي سواه مش بيدخل البنزين الشقه خالص. أيوه. بيستخدمه في الشارع. ايوه مش بيطلعه الشقه. هو كان جاب بقى ان هو يقتلها ويحرقها ومحدش يعرف بقى عنها حاجه. أيوه. خالص تقريبا هو كان معذبها اصلا وراح بيها مكان بعيد. ثلاث اماكن يعني الثلاث اماكن دول هنستنتجوا ايه؟ ان هو اصلا واخدها ان هو يقتلها ويخفيها، لان هي كانت بتقول لي محمد بيقول لي انا هموتك واحطك تحت البلاط ومحدش عارف عنك حاجه. وطلعتها بتاعي تقول لي بياخد مني العلق في العلاقه باب الشقه. وهو عارف ان انا بحب عيالي. هي دايما كانوا عيالها دول في ايديها الاثنين، ما بتسيبهمش. لو جت عندي نزل على السلم وراهم. يا بنتي سيبهم يلعبوا معايا. تقول لي لا ما سيبهمش من ايدي. انا جبتهم بعد عذاب. كانوا هادين. انا جبت عيال دول بعد عذاب. هو بهدلني عشان اجيب العيال دي. هي ماتت كام سنه؟ 42 سنه. متجوزه بقى لها كام سنه؟ بقى لها دلوقتي 8 سنين من 2013. هو اتقدم لكم هنا في البيت عريس عادي جدا؟ اتقدم واخويا قال له رجاء ما ينفعش تتجوز. رجاء عامله عمليتين قلب مفتوح وعايز اللي يخدمها. قال له لا انا بحبها ومتمسك بيها وانا طول عمري وحيد، انا هخدمها زي ما بخدم نفسي انا هخدمها. فطبعا راح وجي مره وكده، فاخويا مرضاش وكده قال له لا مش هينفع. فهو اقنعه واقنعها ان هو بيحبها هو اللي هيخدمها، هو بقى الزوج الخدوم الكويس المجرم ده ماشي. اقنعها ان هو يبقى كل حياتها. وفي الاول كان معاها كل حياتها، جه في الاخر بقى يضربها ويهينها ويبهدلها وبيقفل عليها بالترابيس وهي في الباب الشقه من بره. اقول لها ما فيش كده. تقول لي هو بيقفل كده؟ قفل الستاير حديد وستاير البلكونات ليه يا رجاء كده؟ تقول لي هو كده هو كده مش عايز الهوا يشوفني ولا اشوف الهوا، مش عاوز هوا ربنا يشوفني خالص. لا اله الا الله. حضرتك مره بقى كان بيبعتها في الاسبوع مرتين. قلت لها ليه بيبعتك في الاسبوع مرتين؟ انت بدل ما تيجي مرتين في الاسبوع شوفي المواصلات كام وهاتي لعيالك كيلو لحمه. هو بيبعتك ليه؟ صح. ما تجيش، ما تسمعيش كلامي. انا بقول لك اهو لو جيتي لي مش هدخلك، اقعدي في شقتك. انت ما تعرفيش انت عندي هو بيعمل فيها ايه. صح. قالت لا ده كويس ده. قلت لها لا ما فيش حد كويس، انا عن نفسي ما اضمنش حد، اقعدي في شقتك. جايه بتوعي اختك. كده مره عملت كده مره زعق لها وكرشها. قال لها انت هتسمعي كلام اختك؟ قلت لها انا مش بضرك، بس لما انا جوزي يبعتني مرتين من العجمي وانا تعبانه وعامله قلب مفتوح وصيف وشتاء اتمرمط بعيالي وما بجيبش لحمه وما اضمنش الاقي امي عندها لحمه ولا اختي عندها لحمه، طب ما انا جبت كل اللحمه واكله في شقتي انا وعيالي. قال لها لا ما تسمعيش كلام اختك. وقعدت فتره هو خلاها تخاصمني عشان انا قلت لها كده. سمعت ايه؟ عشان قلت لها كده. قلت لها على فكره ما فيش راجل ينضمن خالص، لا حلو ولا وحش. وايه الموقف اللي وصل اللي هو يولع فيها؟ ايه الخناقه يعني؟ الخناقه ان هو جاي عايز يروح الشغل، قال لها البنطلون قفله مقطوع. ماشي. خيطه لك بعد ما احط العشاء. حطت ما لحقتش اصلا تحط العشاء. الجيران قالوا قد بيحدفها بالبقصين وبالحلل، وفي الاخر قام جاي مولع البنزين وقفل كب البنزين وقفل باب الشقه. لما صوتت هي وعيالها والناس اتلمت والدخان طلع، نزلوا الجيران من فوق قالوا افتح لها. فتح طلع العيال وهي في الاخر. لما طلعها هو لما النار مسكت فيه مسك عشان كان لابس شورت برامودا سموكر. النار مسكت فيه قام مسك الملايه لف نفسه وهي سابها عريانه هدومها سايحه وجسمها باين. قامت الست قلع العبايه ولفها لها استوري كان. وابنه صحيح قال له يا بابا ما تولعش فينا؟ ابنه قال له ما تولعش يا بابا بتحرقنا ليه يا بابا؟ عملت ايه يا بابا؟ ابني في المستشفى دلوقتي. ابنه في المستشفى واللي مات قال كده. مالك؟ هما ماتوا بعد قد ايه ما راحوا المستشفى؟ ما هما راحوا يوم الاربعاء بالليل. مالك اتوفى الجمعه بعد الظهر وهي توفت الحد. هي عرفت ان ابنها مات؟ لا هي ما تعرفش ان ابنها مات وهو ما يعرفش ان امه مات واللي في المستشفى ما يعرفش ان امه مات. كل ما يتصل يسالني او انا اتصل يسالني اقول لي ماما فين؟ بقول له انا بقول له ماما عند ربنا. قال لي ماتت؟ انا بقى قلت له لا ما بقيت متلجلجه كده. قلت له بص يا محمود في ربنا تاني، في تاني انا هقول له ايه؟ مش عارفه اتكلم. اتكلمت بقى ايه افهم فيه كده. اقول له لا هي إيه ماما ماتت. طب انا عاوز اخف عشان اروح اشوف هي واخويا. انا عاوز العب مع اخويا، عاوز اخويا العب معايا. الكبير بقى اللي هو ده عنده 7 سنين.
فانا الصراحه ما عرفتش ارد، قفلت السكه ما عرفتش هقول له ايه. هقول له روح العب مع اخوك في التربه، ابوك بسبب ابوك قتلهم ماتوا خلاص. ما عرفتش ارد، قفلت السكه. طب هو حالته ايه بقى؟ محمود ولا هو محمد؟ لا اللي عايش. اللي عايش محمود كويس. يعني بيتحسن؟ لا بيتحسن، ده احتمال يخرج الاسبوع الجاي. هيخرج على فين؟ على فين؟ هو اهله قالوا عايزينه، مش هنسيبه لحد. ابوه جده وعمه قالوا هناخده مش هنسيبه لحد. طب ولما قلنا له خد مالك ادفنه، لما الولا مالك ولما قلت له اتصلت بيه قلت له مالك مات انت عاجبك كده ابنك اللي عمله؟ وهو الولا الصغير مات واختي برضه بتموت. قال لي لا حول ولا قوه الا بالله يا بنتي، انا والله تعبان، انا يا بنتي والله تعبان. طب اعمل ايه؟ قال لي ادفنوه عندك. قلت له شكرا. طب ساب لكم الميت وعايز الحي؟ بصراحه عشان انا عارفه ان انتوا عارفين بقى، ما انا بقول يعني انت الميت. قال لي انا مش عايز حاجه من ريحته. قلت مش عايز، انا مش عايز حاجه، وعاوز الحي تعمل بيه ايه؟ اشمعنى ده عايز؟ ما احنا ناخدوه من ريحه امه، ناخدوه. انا معايا اربع صبيان اخده. قال لي لا، وعمه اتصل بيا وقال لا انا مش هسيبه لحد. وفي الاول خالص، في الاول خالص وانا بقول له اختي تعبانه وعلاجها والعلاج اللي ابنك المجرم قتلها دوت في المستشفى وعايزه علاج غالي، يقول لي وانا اجيب لك فلوس منين؟ قلت له واحنا نجيبه منين؟ احنا معناش. بسالك على الصور، قلت لي سلفتها اللي بعتيها. طب سلفتها رايها ايه في اللي انتوا فيه ده؟ سلفتها مش عاجبها، قالت كان معذبها وكان مبهدلها. سلفتها قعدت معاها كذا سنه، يعني ست سنين. هو لسه متجوز وعمل فرح في قاعه وفا. من كام يوم اخوه، وما رضاش يلغي القاعه. قال انا اتفضح قدام المدير بتاعي في الشغل، دي بنته العروسه بنته. طب واللي ماتت دي وابن اخوك مات؟ قال لا انا ما اقدرش، لما حمايا يعرف ان اخويا قتل مراته وولع فيها هيفصل الجواز، هيبوظ الجواز. لازم كل حاجه تمشي طبيعي زي ما هي. قال لي وعمل الفرح وعمل يوم الدفنه، كان عفشه كان عارفه بيتفرش وما جايش، ما جايش الدفن. عايزين ايه؟ عايزين حقه يتقتل بنزين بقى كده، يتنقط عليه نقطه. مش حقها نقطة بس يا لما كده حق العذاب اللي شفته في الميدان كده، واحنا نتفرج. الجيران ما سمعتش صرخها؟ سمعت وتلموا، هما اللي بلغوا الجيران. هي ما بلغتش، الجيران اللي بلغت من صوتها يا عيالها، من صوتها يا وعيالها. والحريقه معانا الصور بتاعت الشقه بعد ما بعتها لنا. مين اللي بعتها لكم؟ الست اللي هناك اللي هي كانت ساكنه عندها صاحبه البيت.